سيبا قفكو أي صور تقل أغطاي إنو مر والبحق كسوغ نادو أو دين كو كودك نادو أو توس نادو سيبا أي صور تقل أغطاي السباب بي لادو إن قفكو استقامة يتوس ناشا أو هيلو باهيدا مانتا وقبا آد بأويني بلانتا محايلة فتن كيبا بلارتي أو فافي بدعادي يا شركيات هي خرافات كيبا فافي وحدين كوغوهي لنا هيا يرادي دين كي أيو وحو أكتي سادتك كان نقضى شيء غريب حمان تيبا بلاتي ظلم كيبا بطي معاصي ديبا ظاهر تو ميلو البطالة وحدتك اسكو يمادا اي كوضا هالا يانبا وحن أبطي سيقفكو مركا حالت دا او كسوغن يهي هي برشدة أولا نول يهي سيبي سورتا قل كتهي إنو أساقو توسنادو أيقون أي قلوع نادان أسبابها أفضو دين كرقفك وحاكمت الإقبال على القرآن العظيم قفكو إنو قابله قرآن كان عظيم كآه إنو قابله معوكو قابله حفظا وتلاوة وعملا إنت منو قابله إنو حفظيه انتو كحفدي كرن او كحفدي اخر اسكي سينو جوكتيو انو كو عمل فل محايله وحبل الله المتين حرق الهي واتكاوي وانا وددي الهي او توسنا قفكي قبصدا او حرقا كدغا عصمه الله من الفتن الهي وحو كبد باديا فتنك قفكي كويعدو او كلهدنا وا باديو با او والما قفكو مركا حرير كو للي يهي قرآن كإنو حوچيو أو مالن كست قرآن كو كورقبو إنو معنيه صبرتو إنو كعمل فلهيو إنو أخرس كي سبادين هايو تاسي وحي تا أسبابها كينا يكو إنو قفكو توسنادو أو سقنادو دات كينا حقا مركا كو إعدان أساق إلهي إنو إلالي يسو أرين كاللبادي وحويان الإيمان بالله والعمل الصالح قفكو إنو لي ماذا عملك صالحا يا إيمانك إنو كددال ولذلك با إلهي وحو لا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كوي إلهي الرميي وأعماش الصالحات كان لي إلهي وصغيا تثبيت إيا السقنان با إلهي سينيا الدنيا دا يا آخرة قتاد وحر يثبتهم أما الحياة الدنيا فيثبتهم على الخير والعمل الصالح الدنيا صومعها إلهي وحر كسوغيا عمل كصالحة إيا خير كأيا إلهي كسوغيا قفك قلب إيا الصبح با خير بكشقيني وأما في الآخرة ففي القبر آخرة صومعها مركو آخرتك قبرك أيا سؤاش حقا أيا لوافتشين أيا الله سوكي ولذلك النبي نوح أها عليه الصلاة والسلام عمل هدو سمين يا مثل شوكتية وحونا عمل كأغوش على نبي مثل شوكتية هبا يراد قفك وشوكتية أرنك صديحات وقفك أغوك كالمين يا إنو دينك كسوك ناضو ووصن حقا كويعا والدعاء إلهي إنو توقو إلهي بريو وآي قفك مؤمن كاوا بريا كنول بريها إلهي بكنولي قف الملعس كف مارمي كرا إلهي بريه سنمجر ولذلك بادتك مؤمنين تاها إلهي وحو نوشيق إياه إنه دعاده دا أي كمت أهيد ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا إله قلوبتي أنها الليحن مركا أنها نونسيك بعد إله قلوبتي أنها الليح أيك الدعاء سجل نبي قال الدعاء سأد وحا أغبط نيت إنه كعل علين شري مركزته يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الله قلوبتك قد قد يو إله قلبك قد دينك أغاكس ودينك أغاكو إلالي دعاء النبي قال أد أغبط نيت إلا حاسسك سقار كم إذا أي ويديين محاد دعاء أن أدارته أغبط علين ليسا مرور به مركز النبي قال عليه الصلاة والسلام قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء
قلوب تبني آدم كدمانتيت وحي كسوغيهين لبا أسبوع وأصابع الرحمن كمد لبا فراط وفرها إلهي كمد أي يكون حسوغي أصابع معنيه ذو وفرطة مركا فرا مركا اللي يلاهي ذو صفة إلهي أولي يهي وي مدى أنه وآن نقان وكلا لما أه والرومين أين بي كسوغيهين كقلب واحد هل قلب أوكلا أيك إلهي أكتي زكيين يصرفه حيث شاء إلهي با قلوب تاوح أولي حلحين يحسد الدور إيا ماشو الدور إلهي با أولي حلحين مركا ما دام قلبك إلهي أوهيستو وهدي إلى هاي الدورة خير ككل حين هاي هدي إلى هاي الدورة كل حين هاي وإن أبريها بديسا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إله قلوب تجد جديو قلبي يا إله دينك أقص إله قلبي يا جد دين وهل حين وإن كنت عايزة أرين كأفراد أو كوجو كالمين يا دين كينا كسر ناتد وذكرك إلهي حسك إلهي إن بديس وأذكرت أشوكتيس أذكار الصباح والمساء صباح دي قلبت مد الآخر أذكار النوم أذكار الطعام أذكار دخول المسجد أذكار دخول المنزل قولي مركا لقلي مركا سوق الآذي مركا عناد الله عناهي مركا الله سيحاني صباح دي قلبت أذكار تائن لتشوكتي ذكرك إلهي مد صلواتك كدام بيسا قفكم مرول بذكرك إلهي نبتصل ولذلك إلهي سبحانه وتعالى فيري ذكرك إلهي الله بدي وحال وهلا تثبيت سجناشه أوقف سجناه إلهي وحلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذا لكم لنتان مؤمنين يكوح قال هذا كم يدعى سجناه وهك عررين محال قدر انتاس واذكروا الله كثيرا إلهينا حسكي صبدي وإن بدن إلهي حصة لعلكم تفلحون واللباني سامركاس وهل كوحا الحريرية أفرصة قفك عدو قلت ديريدي وصفك قال هذا متقانا قال هذا كسو هرشي وعدو هرتاقنا وحا أكالمي سنعي وقوش السينة هيا وحا أقوي وحا ويان ذكر الله إلهي حسكي سينو بدين حالت ناس دقالك وكتشلو أيالا ربا حسك إلهي إنو بضيو مركاسو سقنانا وعيالها مركا قفك السقوة يذكر إلهي بكمل وحاكم إذا أسبابها قفك حق كو إلهينا يوكو السقية الدعوة إلى الله قفك ضدك خيرك إنو أشياء دينك إلهي ضدك أوير وأسبابها قفك خيرك كو السقية ولذلك كبا إلهي وحليهي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا كأراه وناكسن وكقول فيعن قفضتك إلهي أغياري أساقو أرانا هيا وحويان أنو مسلمين تاك كمدا عملك صالحان ليمد أساقو أساقي ما كن نقمي وعمل صالحا ليمد ضدكي بو أغياري خير كمركو أساقو برطي وكو عمل فلي أيو ضدكي أغياري قوف كاس إلهي وحولا يا كأراه فيعن يا كقول وناكسن قفك في عين بجر وداداس قفك دادك مركا ويره هيا او حق كد داله هيا او خلقك إلهي إنو هنوني أتاقا إلهي وحو كو أمال مرين يا هنونك أو دادك لرادين أيو مثل لمدها لقو أمال مرين أيو أو الله سين أيو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إحسان قفك يسمي إحسان بلقو أمال مرين أيو قف كان مرك هداية يا هنون كذت كل الرادين هيا إلهي وحو كأمال مرنا يا أسجنا إن لهنونيه أو حقه أو كسر ناضه أو إيمان كيزلوز زياديه أو هنون كلوز زيادي مرك ذت كها كجب خيلنا وحشيكت قف كوا حلاقي يا بشيلن كأنه بحية إنه سكوب خيلين إنه قف كصاب وغدا إنه سكوب خيلين لكن إنه يلا ورواق الدنت يا خالد كان إسكده إنه كجب خيل ساس وبلط وح الله وح مصالح لا يدناها قوة الصعدة أنت بدنا وح بس كبر شجعان خلطنا إس كما قبته كليه وح يسكون براروتشيان هذي خسارة شرته جناح سج حقي ساء هذي ألعبت الله كيان خسارة كشرته هذي جورج الله نسا هي مناسبة مسميشان قاهين هذوس الشجعان فعلين هذي سياسة دان الجوج رب سينا يوقف الشيل مدونه وح يارها نوع عصا أو وح مراه كإيمان يا أي نشرين أم بعضك صاحب الله يسكون براروتشيان
لكن وحان لسكوب براروتين وحوية وردين كاغا كاخلدن وهذا كان أتقوها اللي سوى الدنبي والفعل كان أصبين سوى الدنبي والمعاملة أنا أكون معاملون سوى حرام والإلهي كعبسه والإلهي كعبسه إسكده وكالا مساجد كأدني وكالا درسي خير كأدني قيسني وكالا خير كمساجد كقيب قلني وكالا قرآن عن صوى آخر سنة دتك إسكوب الشيغة قفك مركة دتك كبرا روتين يا أشيغة يا حق إلهي وحالقو أمال مرين يا هداية يا هنون يا سبنا شاء الله سيني أسبابها حق كوغسوغا هيا او كوغو الى لين كره وها كميدا الرفقه الصالحه صاحبه في عن صاحبه في عن با كميدا ولذلك النبي ان الهي محو يري سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه نفتا ذا وها كو حبستا نبي محمد كو الهي عابدي وح كلا ان دونه الهي درتي سناي كتاه عباده لا ايمانيا قلب يصبح إلهي عبده كواس لتشوك أو النفط هذا كحبس إن ده هؤلاء كجد بنا يجا يجا فيه ده كمرك إلهي عبده يا أو خير كي وناجك كتشرة أو علم جبرنا هي أو قرآن كآخر السنة هي أو خير كي سكوت شيء هي أو إلهي حصة هي نفط هذا كحبس وأكتشو نفط هذا كحبس وأكتشو ولذلك واتجرنا إنسان قصدي إنك يدي سجاشن يسجال كدلي ninki raahibka inta uu tagay yiri tooba malihid ee asagii boqol oo gadhigay ka badina ninki caalimka u tagay oo yiri adiga iyo toobada ayaa idin kala cilin kara cid idin kala cilin karta ma jirto laakiin tala ku siinahaya dhulkan aad joogtid waa dhul macaasiya dambi aad ku sameeyso dad xun ay joogan kat dhul xun way dhulkan waxaad aadaa meel hebla aad fa inna biha qauman ya'buduna allah fa'bud allah ma'ahum هل كا واحد دجن أو شوقة ضد إلهي عابده إلهي أيجا معجود لا عابد هل كا كنا له نكِ وآذي إنتن آذين أيورنت حق عسون حقا يرد وآذي شن هذا أيك دمبي أهله شنون معناه عالم كان وحده تلك السيء إنه صاحب في عنه إلهي عابده من هبل شوقة كبيرة أو أيجا لا شوقة إلهي لا عابده ولذلك سيدا درت القفكو هادو درس كحوية هاي وصاحبادو اي حويهين وانو تشراء كجورة نمبالا يرقوري قاقا محا اقطي نال في عمبو بكوية اللده مرقا سيري بيع تجاري ولم بيع داري درس كان اسكئي بيه ما هاني قوري قاما آنان قدين اي درس كان اسكئ قطي معناها درس كان يقول حماضي اي قوري قوافعنا مال في عنا وكوية اللده لكن درس كان يا حماضي marka waxaan iibiyay guriga markaan iibinayay waa dariska waxaan iska iibiyay wa in daris fiican iyo saaxiib fiican aad raasata asbaabaha khayrka kugu kaalmeynaya oo xaq kugu suwaya kamid noqonaysa waxa kamida asbaabaha qofka xaq ku ilaalinaya athiqatu bi nasrillah wa anna al mustaqbal lil islam inu qofku kalsooni ku qaba iyo thiqo ilaahay nasrigiisu inu iimaanayo إلهي نسل جسون إيماني مستقبل كيف يصوص صعدنا أي إسلام كولية مستقبل كون أكثر إيمانيا إنه إسلام كولية طريقة عصية ذا أقفك إنه كلسوني ذا أصل الصية أقفك قلبي جسؤ ضريمة إن نسل إلهي إيمانيا وكوكر صان هذا مستقبل كون أكثرنا مسلمين تؤليهين وطريقة النبي والصحابة ذا كده وينشري مركب مكان لجوع هذا oo ciriiriga adag ay ku jireen ayuu nabigu ku dhawayn jiray saxaabada arinka isaga ah khabbab bin arat ba wuxuu yiri sida imaam al-bukhari uu warinahay nabiga aan u tagnay sallallahu alayhi wa sallam asagoo kaacbada hooskeeda harsanahay hurdahay markaas waxaan ku niri cadaabka iyo dhibaatada na haysata ala tastansiru lana ala tad'u lana miyada rasuulka ilaahay noo gargaar dalbahay miyada ilaahay noo baryahay dhibaatada aan ku jirno يعذاب كنا هايستا مياد الأرك الدين كسيدا من الكوكب دبي نبي يقول مرك عليه الصلاة والسلام الله أعلم ما أطبق لها أرهن وحو كتو سالي نبك أيها هايستا إيا كيدات كي كور يا دين كاللوكب دبي إنو كاسي سيوين بدنا تسالة قلبي قود قبوتشين هاي أرهن لبان وحو أغشي كي مستقبل كسوا الصعودة يا إسكالي وحو نبي يقول عليه الصلاة والسلام قد كان من كان قبلكم
dadkii idinka horeeyay waxa kamid ahaa oo xaaladooda qaar kamid ay ahayd yuqadu arrajul fayuhfaru lahu fil ard qof baa la soo qabanaya dhulka loo qodaya fayujcalu fiha dhulki markii la qoday baa lagu ridaya fayujaa bil minshar bahashan minshaarta la yiraahdo ayaa lala imaanaya oo la keenaya fayudau cala ra'si madaxiisaa la saaraya fayujcalu nisfayni laba gabal baa laga dhigaya ساسا لو عذاب جر ويمشط بامشاط من الحديد بامشاط من حديد قفك وحا لو فيق يا جيركيسا او لوو شلينيا شل بر اه ما دون لحمه وعظمه انت لفت يا هنبك او دحايس ايا لا كلا ساريا بر غن غن لو سدا شلدو كلا سا انت لوو قبطو اف بدن ايا وحا ويان سيديهيسا يا هلبكيسا يا عرونكيسا يا مقاركيسا يا لفها لا كلا عدينيا midna dhulka inta loo galiyo intaas oo minshaarta madaxa laga saaro nis laba gabal laga dhigahayo wama yasudduhu dhalika an diini arinkaasina diinkiisa ka leexinmay diinka uu haysto oo loo cadaabaya dartiis ma ka leexinahay waa ku sabrayo ku adkaysanahay bal u fiirso waayo axadka u sabri karaa maanta in la yidhaahdo ama waa lagu dilahayaa ama diinka ka laaba oranahay mada waa ka laaban mahay waa naadir ninkaan miinshaarta madaxa inta laga saaro laba gabal laga dhigahayo diinkeenu ka laabto waa diid waa ku sabraya waa ku adkaysanaya cadaabkii diinkan lagu soo maray saasuu ahaa maxaa yeelay wuxuu xasuusan yahay wax kasta naarta ilaahay baa ka weyn cadaabka ilaahay baa ka weyn markaasaa nebigu dhaartoo yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi layatimanna haada alamru ilaahay baan ku dhaartade arrinkan aan wado oo diinka islaamka ah wuu taam noqonaya waana dhammaystirmaya adduunkana wuu qabsanaya xataa yasiira raakibu min sancaa ilaa xadaramowt ilaa qofka musaafirka ah uu ka soo taga sancaa xadaramowt uu soo aado laa yakhaafu ila allah isagoon ilaahay mooyaane cid kale aan ka baqahayn wadi'ba canaa ghanami iyo waxa weeyaan waraabahaas uu uga baqahayo waxa weeyaan arigiisay uga baqahayo bahalkaas ariga ka cunan oo ka baqa mooyaane ciduu ka baqayana laa walaakinakum tastacjiluun ayaa nebigu yidhi calayhi salaam laakiin idinka degdegsi baa idinku jira degdeg baa idinku jiree islaamku halkaas waa gaaraya waana faafaya waana saytaraynaya waxaana qofku iska socon doonaa dhul dheer isagoo musaafira wax uu ka baqayana aan la arag ilaahay mooyaane cid kale aan ka baqahayn laakiin degdeg baa idinku jira waxaa la rabaa marka qofka muuminka inuu dareemo islaamku inuu guulaysanayo oo nasriga ilaahay uu imaanayo oo mustaqbalka ifaya islaamku uu leeyahay fiqada iyo kalsoonida inuu qabo ayaa la asbaabaha kuugu kaalmaynaya xaqa inaa ku sugnaatay waa asabru inuu qofku sabro oo uu dulqaato oo dhibaatada loo geysanayo ku sabro arrinkaa isagaa weyn wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam من يصبر يصبره الله قفكي اسي صبر سيا الهي وا صبر سيا معناها قفكي نفتي اسا صبر كبره او نفسي اسا انو صبر كو دويا ددكا ك صبر و خودا حقا او كو صبر قفكي كو دويا الهي وا صبر سيا او الهي نفتي اسا و خو كدغا ميد حمباري كرتا صبر مركاسا نبي ويري وما اعطي احد عطاء خيرا ولا اوسع من الصبر addoon lama siinin wax ka khayr badan oo ka waasicnimo badan sabarka lama siin addoon maxaa yeelay qofka saabirka oo sabraa ilaahay muxuu yidhi innamaa yuwaffa as-saabiruuna ajrahum bighayri xisaab marka waxa weeyaan xisaab la'aan ajarka qofka marka la siinahayo oo uu saabir uu yahay waa qof inta la dhibay sabray weey diinkii baa lagu dhibay waa ku sabray adduunyadii iyo duruuftii waa ku dhibaato ku noqotay wuu ku sabray macaasidii iyo xumaantii wuu ka sabray sidaas qofka u sabraa waxa weeyaan diinka waa ku sugnaanaya arrinka ugu dambeeya oo qofka u sahlahaya inuu waxa weeyaan diinka ku sugnaado u fududaynahaya waxaa ka mid a qofka horta inuu fakero adiga maalmaha joogaysa maxaa kaa dambeeya maxaa ilaahay agtiisa yaalla ilaahay agtiisa waxaa yaalla cadaab iyo janno cadaabkaa iyo jannadaasna waxaa ka horeeya dhimasho aad dhibanaysid oo muxaqaq ah
إلهي وحي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.